طيب يا اولاد، والله يعني وحشة وغيبة طويلة. انا عارف، انا عارف، بس معلش كنت باخد بريك شوية كده وبريح، عشان اللي جاي بقى كله ايه، فيديوهات بقى كتير وافكار مختلفة وحاجات جامدة يعني، ان شاء الله يعني ان شاء الله. المهم النهاردة بقى انا راجع لكم مع الموبايلات الاكثر طلبا، وهي موبايلات اوبو من سلسلة الرينو اللي متعودين عليها كل فترة. المرة دي مع الرينو 5 والرينو 5 5G. موبايلات الرينو كل سنة بتنزل تعمل ضجة في السوق بتاعنا ده، وايه، والناس تقعد تتناقش، وايه ده، ازاي ده، لا ده مش عارف ايه، وفي الاخر بتعمل اكتر مبيعات في مصر. دي حاجة بقى معروفة خلاص. حلو قوي، خلينا نبدأ الموضوع. من اول ما تفتح العلبة هتكتشف ان ايه ده، والله مغيرين لون العلبة، متفهمش ايه الفكرة، بس اللون متغير. بس الحمد لله ان اللي جوه العلبة بقى موجود زي ما هو، ما اتغيرش، عشان ده شيء نادر دلوقتي. العلبة مازال فيها الجراب والشاحن وسلك الشاحن يو اس بي سي والسماعه كمان، يعني حاجه كده ايه، هنحمد ربنا عليها قدام. بس ان كان بالنسبه للموبايلات بقى، فاول حاجه هتلاحظها اكيد هي التصاميم او الوان التصاميم الجديده. والمره دي بقى مع نوع جديد من الاختلاف، عشان عندك الظهر بتاع الموبايلات دي بيلون كل لون تتخيله، جميع درجات الالوان موجوده في ظهر الموبايلات دي، بس ايه، بشياكه بقى يعني. بص، شايف انت الدرجات الفلات المطفية اللذيذة، مش اللي هي تبقى فقع قوي فتحس ان الموبايل اوفر في ايدك، لا. كمان التصميم هنا عليه طبقة، معرفش الطبقة دي ايه يعني، بس هي عليه طبقة بتخلي مفيش اي بصمات على التصميم نهائيا، صفر صفر حرفيا. والموضوع ده جامد، واتمنى كل الشركات تعمله، سواء على الازاز او البلاستيك. الموبايلات بالمناسبه برضو مصنوع من البلاستيك زي السنه اللي فاتت. طيب، كلام جميل قوي وتصاميم روشه وحربايه وبتاع، بس بقى الحاجه المميزه في الموبايلات دي قوي من وجهه نظري، واللي صححت عن السنه اللي فاتت وكان مطلب جماهيري ودايما انا بقوله، هفكركم ليه دلوقتي، وهي ان دايما عندنا معضله كده، والله انت هتاخد شاشه اي بي اس في الفئه المتوسطه يا تاخد شاشه اموليد، سواء بقى بريفرش ريت 120 هرتز بس هتاخدها اي بي اس، 90 هرتز تاخدها اي بي اس. فكره الحل المثالي بقى، انت تعمل لي ريفرش ريت 90 هرتز وشاشه اموليد في الفئه المتوسطه وبصمه في الشاشه كمان بقى، تبقى انت كرمني قوي. وده بالظبط اللي اوبو عملته في الموبايلات دي. موبايلين هنا بيجوا مع شاشه بدقه فول اتش دي 6.4 انش تقريبا، مع 90 هرتز وشاشه اموليد وفينجر برينت او بصمه تحت الشاشه، واللي اداها سريع جدا بالمناسبه، ما عنديش معاه اي مشاكل زي السنين اللي فاتت عادي. بس اللي مش زي السنين اللي فاتت هي فكره ال 90 هرتز اللي بقت على الرينو 5 العادي السنه دي. 90 هرتز مع اموليد طبعا حاجه جامده جدا من ناحيه السموزنس وسلاسه النظام، بسبب ال 90 هرتز كل حاجه هتفتحها هتلاقي الانيميشن بتاعها لذيذ وسريع، و وانت بتسوايب كده في انستجرام، وانت بتسوايب في تيك توك، اي حاجه بتسوايب فيها وتتنقل بينها جامد. برضو فكره الالعاب مثلا، في العاب بتدعم الريفرش ريت العالي ده دلوقتي، ودي حاجه بتساعد اكيد. والاموليد بقى اللي هو بتتفرج على فيديوهات، الوانها هتبقى حلوه جدا، بتحب تتفرج على افلام، تصفحك بشكل عام في الموبايل على الشاشات دي، سواء من ناحيه السلاسه او من ناحيه الالوان والكونتراست والحاجات دي جامد. برضو عندك طبقه حمايه الموبايلات دي جوريلا جلاس 5 على الشاشات، وبرضو عندك اولويز اون ديسبلاي، وفكره ان انت الساعه تفتح الموبايل الشاشه مقفوله كده، بس ايه، في ساعه على الموبايل ونوتيفيكيشنز والحاجات اللذيذه اللي بتوصل لك بسبب الامر ده. اكيد ما فيش اي فروقات بين شاشات الموبايلات دي، يمكن النسخه ال 5G السطوع بتاعها اعلى شويه، ولاحظت الموضوع ده وانا بره الصراحه، لا الفرق ملحوظ. ايه يا نجم، عاوز تطلع معايا؟ مساء الخير يا شباب. طبعا ناس كتير بيسالني، هو القطب بتاعك بتغير كل مره؟ والله الفكره كلها ان هم ثلاثه، يعني هم ثلاثه، وده بحر وسميته بحر عشان غدار، غدار جدا، لسه منورني والله. بص من شويه. طيب الاداء بقى بتاع الموبايلات دي، وهي نقطة انا مبسوط بيها، عارف ليه؟ علشان انا بالنص السنة اللي فاتت وانا بعمل فيديوهات الرينوهات الفور والفور برو، قلت لكن الرينو فور برو زودوا لي شوية 730 مثلا جي، او 730 حتى، او اعمل لي معالج فلاكشيب قديم، بس الموبايل برضو غالي شوية، حسسني حتى بفرق بين الموبايلين دول. واوبو هنا الله يصلح حالهم سمعوا الكلام بالظبط، وعامل اللي انا قلته، وخلوا الرينو 5 4G العادي في نفس المعالج بتاع السنه اللي فاتت، وحطوا واحد من اقوى المعالجات في الفئه المتوسطه في الرينو 5 5G النسخه الاغلى. فتغييرهم للمعالج ده يفرق في حاجات كتير جدا على فكره، مش مجرد اي رقم كده،
هيفرق اكيد في اداء النظام الطبيعي العادي، هيساعد التطبيقات ان هي تفتح بشكل اسرع، هيساعد ان الموبايل عمره يطول معاك. عارف انت اللي هو لما تجيب الموبايل كده ويقعد معاك سنه مثلا وتلاقي اداؤه بدا يقل، السنه دي ادائها هيطول شويه عشان المعالج اقوى. كمان وطبيعي وبديهي جدا المعالج ده اداؤه في الالعاب هيكون احسن من نسخه السنه اللي فاتت ومن نسخه الفورجي العاديه. المعالج ده منافس قوي جدا في الالعاب في الفئه دي، سواء بتلعب عليه ببجي او كول اوف ديوتي او الكلام ده، بتلعب على جرافيكس عاليه جدا مع سموزنس ومفيش تقطيع، الدنيا سلسه، كل الكلام ده تمام. زائد بقى المعالج تقال، يعني الفرق بقى اللي انا قاعد بقوله من ساعتها وقاعد بتلخبط وعدت الموضوع 70 مرة وهو منطقي جدا، يعني نسخة 4G ونسخة 5G. ال 5G هنا بسبب ان المعالج ده مدعوم بال 5G اللي هو هتبقى محرس، يعني امورك والله ال 5G نزل مصر قريبا واللي اعتقد ان هو هيتم، فعندك نسخة 5G. عاوز اقول لكم بقى كمان، معلش عشان ما نقلبش حتة الاداء دي، والاول مرة هحاول اعملها في فيديو، ما بقاش بحب اعملها عشان ما يطولش، بس هحاول ايه اخطفها لكم بسرعه كده لان هي شويه حاجات مهمه اتغيرت في الواجهه الجديده اللي على الموبايلات دي. اول حاجه لاحظتها اتغيرت هي المالتي تاسكينج او التطبيقات المفتوحه. لما تدخل كده على التطبيقات المفتوحه هتلاقي شكلها اتغير شويه، بقى في ايقونات تحت كده مرسومه وانت بتتنقل بينهم الايقونات بتتعامل وشكلها لذيذ وسلسه جدا جدا. عندك برضو حركه جديده مش عارف فايدتها ايه الصراحه، يعني بس بتفكرني ببتاعه الايفون، لما تسحب من اليمين او من الشمال كده على الموبايل بينزل لك الايكونز لتحت بحيث ان انت تقدر توصل لها لو الموبايل كبير على ايدك. شوف التفاصيل انا واخد بالي. عندك برضو حركه لذيذه جدا انا لاحظتها ولازم تدخل تعملها، وهي فكره ان انت تسرع الانيميشنز بتاعه الموبايل. ادخل على السيتنجز عادي جدا، بعد كده ادخل على الهوم سكرين واللوك سكرين والحاجات دي، هتلاقي في حاجه اسمها اب انيميشن سبيد، ادخل غيرها خليها فاست، هتلاقي التطبيقات بقى بتفتح بسرعه والتنقل في الموبايل كده بقى حركه برضو جامده قوي لاحظتها ما شفتهاش قبل كده على اي موبايل والله. وهي فكره ان انت لو عاوز تحط خلفيه الموبايل عادي خالص، حاجه عاديه، هتلاقي ايكون كده صغيره ان انت تقدر تعمل خلفيات كتير. شوف بيدرس كده الخلفيه وبعد كده يعمل لك خلفيات كتير بناء على شكل الصوره اللي انت حطيتها، بيستخدم نفس الالوان، نفس ال استراتيجية رسم الصورة اللي انت حاططها له. واخيرا بقى فكرة النير باي، فكرة ان انت عندك دلوقتي حاجة زي الاير دروب بتاع قبل كده بين اي موبايل اوبو او بين اي موبايل اندرويد والتاني، بقى تقدر تبعت الحاجة بسرعة جدا بدون ايه بقى تبعت بلوتوث ونزل شير ات وقعد يبعت لك شاهد فضيحة مش عارف ايه. كلام جميل جدا الصراحة، والواجهة دي بتثبت نفسها على فكرة كل يوم وما زالت محافظة على سلاستها وبساطتها، واتمنى ده يفضل مستمر. طيب الكاميرات بقى بتاعت الموبايلات دي نظامها ايه؟ الكاميرات هنا هو نفس السيت اب بالظبط، اربع كاميرات في الموبايلين، الاساسيه فيهم 64 ميجا بكسل. كاميرا الرينو 5 العادي بتطلع صور كويسه جدا من ناحيه التفاصيل ومن ناحيه الالوان، الالوان عليها تحسن شويه عن السنه اللي فاتت، وبرده فكره الدايناميك رينج والسيطره على الاضاءه، خلاص اوبو شاطره في الموضوع ده واتكلمنا عليه قبل كده وبصراحه مستمره فيه يعني. والكلام ده سواء في الكاميرا الاساسيه او الكاميرا الواسعه، الادائها طبعا بيقل شويه بس قشطه، والكاميرا ال 2 اكس زوم الادائها ما بيقلش خالص، الصوره بتطلع تفاصيلها حلوه والوانها زي ما هي بالظبط. طيب الرينو 5 5G بقى بيتفوق سنه بسبب المعالج اللي اتكلمنا عليه برضو، لان المعالج بيفرق في اداء الصور ومعالجتها، والموضوع ده هتلاحظه بقى في ايه، في التفاصيل، يعني التفاصيل بتاعه الصوره زياده شويه، شوف الحاجات اللي في الموبايل كده جايبها اكتر. تصوير الفيديو في الرينو 5 كويس جدا على فكره من ناحيه الالوان، واحد من احسن الموبايلات اللي بتطلع الوان في الفيديو شفتها في الفئه دي لو انت بتصور 4K. بس المشكله انه ما فيهوش تثبيت في ال 4K، اللي فيه تثبيت في ال 4K هو الرينو 5 5G بقى، وزي ما انتم شايفين كده الفرق في هنا ثبات جامد جدا على ال 4K. عشان تصور بالثبات ده في الرينو 5 العادي لازم تنزل عن 4K. الكاميرات الاماميه برضو ادائها حلو، اوبو متعودين برضو على الالوان الجلد اللذيذه سواء في الرينو 5 او الرينو 5 5G. وعلى فكره الرينو 5 الكاميرا بتاعته 44 ميجا بكسل الاماميه، والاضاءه الليليه برضو الموبايلات دي شاطره فيها، لما تشغل وضع النايت مود
بيطلع صور جامده جدا بصراحه، وبيأثر وبيفرق جامد، فلازم تشغله اكيد. حاول بس ايه وانت بتصور بالزاويه الواسعه او بالتو اكس يبقى في اضاءه في المكان، عشان الكاميرتين دول اضعف كتير من الكاميرا الاساسيه اكيد. واخيرا البطاريات بتاعت الموبايلات دي عاملين لك فرق هنا مهم قوي، بطاريه 4310 ميلي امبير وبطاريه تانية 4300. فنخلي بالنا بقى ايه، لا الفرق الملحوظ طبعا هو فكرة ان رينو 5 5G عنده شحن سريع جدا 65 واط اللي شفناه السنة اللي فاتت، واسرع شحن سريع بينزل على موبايلات حاليا في الفئة دي، بيشحن موبايل من 50 ل 70% تقريبا في نص ساعة. لكن رينو 5 ال4G العادي شحن فيه برضو سريع 50 واط، بيشحن موبايل 50% في نص ساعة او يمكن اقل من كده شوية. واداء البطاريه بشكل عام كويس، ما عنديش معاه اي مشاكل، بتكفي معاه اليوم عادي خالص. السوفت وير بتاع اوبو بيعرف يحافظ على البطاريه طبعا، 90 هرتز فرق شويه، استخدام طبيعي عادي في اليوم، شويه العاب شويه افلام سوايبس وتصفحات وكده، ما فيش مشاكل ما تقلقش. قولوا رايكم في الموبايلات دي في الكومنتات تحت، شايفين التصحيحات اللي اوبو عملتها في الموبايلات دي عن السنه اللي فاتت فرقه ولا لا؟ وبرضه قولوا رايكم في الفيديو وفي الكواليتي والسيت اب بس كده. اشوفكم بعد الفيديو.